مع ما يصارعه اليمنيون من مأساة حرب لا تبقي ولا تذر، تطل عليهم أزمة أخرى قد لا تعد انتهاءً لما يعانيه هذا الشعب. أزمة الغاز، والتي بحسب مسؤولين يمنيين كان سببها أعمال الصيانة التي استمرت لعدة أسابيع في معمل الغاز، وأنه تم تجاوز الأزمة من خلال توزيع المناسب للمنتج. سبب تأزم الوضع التمويني على مستوى مدينة تعز والأرياف التابعة لها نتيجة لوجود صيانة في معامل الغاز في صافرة، فقد استهلك موضوع الصيانة فترة من 3 أسابيع، من أسبوعين إلى 3 إلى شهر تقريبا، يعني أطول فترة صيانة حصلت، وبدأ الوضع التمويني تزيد، لكن قد سيطرنا بقدر الاستطاعة على احتواء الوضع التمويني وتوزيعها بالشكل المعقول والمناسب بحسب الإمكانيات المتاحة لدينا. إلا أن المواطنين الذين يقضون ساعات طويلة في طوابير للحصول على الغاز كان لهم رأي آخر، فبيع كثير من الغاز في السوق السوداء بمبلغ يصل إلى 50 دولارا للأسطوانة الواحدة هو ما تسبب برفع الأسعار وحدوث الأزمة. نعاني من الأزمة كما تشوف، يعني من عدم تواجد الغاز، ثانيا نعاني من السوق السوداء، يعني إن أصحاب الغاز وللأسف الشديد يعني يبيعوا كمية والكمية الأخرى تروح إلى السوق السوداء. المواطنون أكدوا أن عدم حصول الكثير منهم على رواتبهم إضافة إلى عدم تلقيهم حصتهم من الغاز أثقل كواهلهم وضعف معاناتهم. الأزمة سببت معاناة في حياة الناس، خاصة مع ظروف الحرب اللي يعيشها الناس والمعاناة وانقطاع الرواتب لفترات على فترات، كان الغاز من أهم ما يتطلب الناس. المواطنون أشاروا أيضا إلى أن شح الوقود دفعهم إلى استخدام الغاز لتشغيل المعامل أو سيارتهم الخاصة، ما أدى إلى تفاقم الأزمة أكثر وأكثر. زيادة الطلب على الغاز من جانب المستهلك، من جانب الناس، بخصوص بسبب تحول بعض السيارات والمركبات وغيره وغيره إلى الشغل بالغاز، حتى المحطات في محطة غازية تشتغل على الغاز وغيره. زيادة الطلب سبب، وتقصير من الجانب الحكومي مكانه السبب الثاني. ويبقى المواطن اليمني عرضة للأزمات بانتظار حل يدفع عنهم ما هم فيه ويخفف من معاناتهم.